متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من إقليم آسفي وبالضبط من شاطئ السوريانة. نعتذر عن انقطاع البث الأول بسبب صبيب الإنترنت. إذن ليلة عاصفة أمس، أول أمس بشاطئ السويرية هنا بإقليم آسفي بالضبط جماعة المعاشات. إذن أمطار الخير الحمد لله جات معها كثير من الخير هنا لإقليم آسفي وأيضا مختلف ومجموعة من الأقاليم من المملكة المغربية. كنا محتاجين لهاد الشتاء هذه الحمد لله، جات منفعة الحمد لله، اللهم لك الحمد. الشتاء شفنا معها البارح الواد ديال المصب ديال واد تنسيفت عامر البارح بعد أشهر، للأسف كانت فيه منظر غنقول لكم مؤلم بزاف. انكم تشوفوا المصب ديال الواد ناشف، يعني انا الواد كامل ناشف، المغرب كامل، الواد تنسيفت كامل كان ناشف، ولكن البارح شفنا الحمد لله شفنا واحد منظر جد رائع ديال الواد عامر ديال تنسيفت بعد التساقطات المطريه اللي شهدتها بلادنا الحمد لله. اليوم ونحن هنا بشاطئ السورية القديمة سقوط جزء جديد من كورنيش الشاطئ، حسن الحظ أنه كاين برنامج ديال إعادة تهيئة ديال هاد المقطع هذا ديال الكورنيش اللي تهرس، كان تهرس وزاد تهرس مع العاصفة. موعد الإخوان قال لي البارح طحت منه بلاصة جديدة، وفعلا طحت منه بلاصة جديدة. حسن الحظ ان ربما كاين البرنامج ديال المجلس الاقليمي انه غيعيد التهيئه ديال هذا المقطع الطرقي، استدار خصوصا ان الجماعه هنا جماعه قرويه فقيره نسبيا، كاين شي مداخل كثيره بحكم ان هذه السوريه هذه كتعتبر دائره من الدوائر ديال الجماعه، جماعه كبيره ممتده على واحد تقريبا هنا كاين 15 كيلومتر اتجاه اسفي، وكندور كاينه تقريبا واحد 20 كيلومتر ولا 30، يعني جماعه كبيره بزاف. جماعه السوريه ولا جماعه المعاشات هي كبيره بزاف، وهاد الدائره ديال المعاشات ما فيهاش ساكنه بزاف. الدائره ديال السوريه القديمه ما فيهاش ساكنه بزاف، اذا ما كتصنفش بلديه، رقم 13 تصنيف بلديه باش ديها ميزانيه باش يكونوا مواكبين حتى همايا تطلعات. هنا تبارك الله راه في الصيف هنا راه ما كتلقاش هنا فين تحط رجليك، السواريه كتكون عامره عن اخرها، خصوصا انها منطقه جات على البحر، الناس بانين الفيلات بانين الديور ديالهم، هنا كلشي مفوج هنايا مع المنطقه، ولكن ربما ما معطيهاش الاهتمام على اساس انها بانها بلديه، خصوصا في هذيك 3 شهور ديال الصيف. كاينش بلاصه صغيره ميزانيه صغيره وكتجيها 40 ل 50 الف ديال الساكنه كتجي تدخل لها هنا في دقه واحده ما يمكنش. اذا شوفوا معنا الحاله ديال الكورنيش من مورا هاد العاصفه. الحصل الحظ كما ذكرت وانا وكاينه كاين برنامج ديال اعاده التهيئه ديال هاد المقطع هذا اللي كان طاح، انت حنا كنتمشيو هنا الله يحفظ طيح بينا شي حاجه. شوفوا كي طاح، شوف على واحد البرد كيكون هنايا البارح كان هنايا راه ما يمكنش شي واحد يقدر يتمشى فيه. البارح ما تسجلت حتى شي حاله الحمد لله، ما كان حتى شي اصابه، ما وقعت حتى شي حاجه على مستوى الاقليم كامل، الاقليم ديال اسفي كامل ما تسجلت فيه حتى شي حاله، ما كانوش اصابات، ما كانوش حوادث، ما كانوش كوارث الحمد لله. اللطف ديال الله سبحانه وتعالى هنا بإقليم أسفي،
ساهم في عدم وقوع أي كارثة هنا في الإقليم لا في المدينة. كان هذه الحالة ديال الكورنيش بعد ليلة ممطرة مساء أمس وأول أمس امتدت ساعات طويلة جدا 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 وكانت صعبة ربما على البعض. الحمد لله الأمطار ديال الخير اللي جات بها ساهمات كيف ما ذكرت لكم في بداية اللايف ساهمات أنا الواد بعد ديال التنسيف تاع مر. هذه الحالة ديال الكورنيش هي حالة كارثية حالة كارثية وسبق لنا أننا شجنا مجموعة ديال الروبورتاج عليه في البداية فاش الله طاح ما كانش بحال هكا دابا الطيحة هادي راه ما كانتش بحال هكا عاد ولا بحال هكا ما كانتش الطيحة بحال هكا بهاد الحدة هادي هاد الحدة عاد ولات. نتمنى أنهم يفعلوا في أسرع وقت البرنامج المكلف بالتهيئة لإعادة التهيئة ديال الكورنيش اللي غيكون في القريب العاجل تم إعطاء الانطلاقة ديالو في انتظار أنهم أيضا الدار هنا في الصورية الدار محتاج الواد الحار الواد الحار خاصو يدار وخاص الشركات أيضا متواجدة هنا في المنطقة حكم أنك كتكون متواجد هنا بزاف ساكنين هنا بزاف كيفهمو شنو واقع بحال العمران ما يمكنش شركات العمران خاصها تفعل وتساعد هاد الساكنة بايعين الفيلات للناس دون تهيئة للصرف الصحي القنوات الصرف الصحي هنا في سوريا. تخيلوا معايا الصيف كتدخل لك 20-30 ألف واحد كي كتولي الدنيا غير معقول غير معقول وممكن نتسناو من جماعة وتاني ما عندهاش أنها تقاد هاد الميزانية بالملايير الساكنة ديال العالم القراوي أولى من الناس ديال الفيلات عندهم سكان هنا الناس العالم القراوي أولى بهم أولى بهم في الطريق أولى بهذيك الميزانية في الماء أولى بهذيك الميزانية في بزاف ديال الحويجات أكثر من الناس اللي كيجوا لهنا للصورية باش يدوزوا الصيف ديالهم ولكن حتى الناس اللي كيجوا كيدوزوا الصيف ديالهم راه متنفس راه جاي من الإقليم راه كاملين جايين من مدينة آسي دونك أنا كيبان ليا بأن الواحد ساكن في العروبية العام كامل ما عندوش طريق اولى من انه واحد اخر دار ليه صرف صحي وقت هو اللي عنده الفلوس تبارك الله شاري الفيلا 50-60-40-30-100-120 مليون بالنسبه لي واحد انا في العالم القراوي يعاني الويلات البعد الطريق كذا الماء ما كاينش كذا داكشي اولى الناس العالم القراوي خصو يكون دعم من بعض الوزارات تجهيز النقل ربما السكنه والتامير باش يدار حل الاقليم والساكنه ديال الاقليم اسفين نفس الصوريه القديمه. كورنيش كيولا بحال مقلوبة الكاميرا يوم مقلوباش هو الكورنيش ولا بحال هكا هادي الصلاحية صباح الخير صباحكم مبروك هو الطريق الوحيد اللي كيبان ليا هنا مشاهد للأسف مؤلمة مشاهد مؤلمة هنا بسورية قديمة في قريب أسي كاين في انتظار الحمد لله أنا وكاين مشروع كيف ما سبقت وذكرت المشكلة هو ما كانش مشروع ديال إعادة التهيئة على شراكة في الجامعة مع المجلس الإقليمي والجماعة ديال الشركاء اللي غيقادو هاد الكورنيش كاين ولا شويه الاهتمام هنا في اقليم اسيا ربما في هاد 5 سنين اللي فاتت ولا الاهتمام ولا عمل كيبان حيت هاد المنتجعات هادو السياحيه اللي بين قوسين كنقولوا لهم سياحيه الناس راه كتحتاج انا فين تخرج فين تفوج فين تطوف فين تشوف الصيف فين تبدل الجو محتاجين مناطق واماكن جيده وجميله في اسيا مثلا الكورنيش ديال
تزيبو تبتم الإعادة ديال التهيئة ديالو، دارو راس النفعة، شوان الطريق مزيان داكشي. الاهتمام شوية هنا في الصوالية، شوية الاهتمام بالكاب، المتنفسات الرئيسية ديال الساكنة ديال الإقليم. المستوى المعيشي ديال الناس اللي كيجيو يخيمو هنا في الصوالية تكونش الدنيا غالية كاع بزاف، مدينة قريبة ليك، أسفير قريبة ليك، أسفير رخيصة، مدينة رخيصة في المعيشة ديالها، راه عندها تصنيف جد متقدم باعتبارها وحدة من بين أرخص المدن في المعيشة في المغرب. ماشي الدار البيضاء ولا الرباط ولا طنجة ولا المحمدية، مدينة راه ما دايرهاش الكرون أسفي. أسفي مازال الخضرة رخيصة، مازال السواق قرابين، مازال 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 شي حويجات اللي كتستافدو منهم الساكنة ديال الإقليم باعتبارها أنها مدينة رخيصة في المعيشة ديالها. ربما هاديك مدينة المعيشة الناس كيقدرو يجيو يكرو هنا في الصيف مثلا بربعة آلاف، 120 درهم، 150 درهم، 200 درهم، 250. كاين اللي كيجي يفوج هنا النهار كامل يتبحر مع وليداتو العشية، يروح في الطوبيس، واخا الطوبيس زادو فيه في الثمن. يعني كتعتبر واحد المتنفس لواحد الفئة، واحد الأسرة متوسطة الدخل إلا باقي واحد يومين يقدر بهذاك مثلا. من هنا كيجي يدير لانافيط ماشي مشكل، 30 كيلومتر كيجي في الطوبيس، كيجي يضل فيها هنا مع وليداتو ويرجع في حالته بالليل. يعني مسألة إيجابية، كيديرو سهرات فنية هنايا مزيانين. ميلود ميم